الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله اليوم الأحد 13/9/2020 يتسلم مدير أوقاف المنيا الدفعة رقم 9 من لحوم سقوف الأضاحي لزينب 4 أطنان. يصل مجموع ما وصل من لحوم سقوف الأضاحي إلى مدير أوقاف المنيا إلى 34 طن. 34 طن لحوم سقوف أضاحي وصلت إلى محافظة المنيا حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اليوم الأحد 13 سبتمبر 2020. أولا نشكر معالي الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة على هذا المشروع القومي الكبير. وصلنا الآن الدفعة 9، يعني 36 طن لحمة وصلت محافظة الأسكندرية حتى الآن. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الأحد الموافق 13/9/2020 تم وصول عربة محملة 3 طن من لحوم سقوف الأضاحي إلى مديرية أوقاف الجيزة، وبذلك يكون مجموع ما وصل إلى مديرية أوقاف الجيزة من لحوم سقوف الأضاحي 33 طنا يتم توزيعها حسب توجيهات معالي الأستاذ الدكتور وزير على الأسر الأولى بالرعاية. وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الأحد 13/9/2020 تسلمت مديرية الأوقاف الغربية عدد 3 طن لحوم سقوف أضاحي، وذلك لتوزيعها على المحتاجين من الأسر الأولى بالرعاية. وأسأل حق تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.